عايزين نتكلم عن رز السمك واحنا بنعمل السمك. بصوا شايفين عود القرفه اللي في الجنب ده، انا بحب احطه في رز السمك، بس في ناس مش بتحبه وفي ناس مش بتعرف تطلع لون رز السمك كده. رز السمك سر لونه ده في البصل، لو ما شوحتيش البصل كويس عمر ما لونه هيطلع كده. الاول بتحطي زيت وبعدين بتشوحي البصل لحد لما لونه يبقى متكرمل، تقعدي تشوحي فيه. هنعمل رز السمك، بنجيب الزيت ونشوح البصله فرمينها، مش فرمينها في الكبه علشان ما تبقاش عامله ميه، قطع صغيره يعني بايدينا كده بالسكينه، تمام. بعدين لما تتشوح كل شويه نقلب جامد لحد لما تبقى لونها بني، تبقى اللون ده اللون اللي انتوا شايفينه في الجناب عندي. بعدين بروح اطلع مقدار الميه بتاعه الرز، مقدار الميه اللي انا عامل بيها الرز، واسيبهم يغلوا مع بعض يعملوا لي ميه غامقه شويه لونها بني. اتبله بقى بالملح ولو رشه فلفل ابيض رشه فلفل اسود حسب ما احنا حابين، واحط القرفه لو انا بحب القرفه. بعدين احط مقدار الرز واقلبهم كلهم مع بعض واسيبهم على نار عاليه لحد لما يتشرب ميته، انزل لنار واطيه واسيبه يكمل التشويه بتاعته عادي خالص. اهم حاجه تشويحه البصل والغليان اللي بيحصل بين الميه والبصل قبل لما الرز يتحط عشان الميه تبقى شديده كده وغامقه، تنزل عليها الرز ياخد لون على طول. في ناس بتحط له كمان معلقه صلصه تتحمره كده، انا مش بحب كده، بس في ناس بتعمل كده برضو عادي، مش بتاثر كتير في الطعم، بتدي لون حلو برضو. الطبق ده تحفه، انا معجبه بيه قوي فقلت اقدم فيه. عندي الرز وعندي الطحينه، مش عارفه بيقول ايه، السمك جننه خالص، ملك الطحينه. هنشوف بقى السمك بتاعنا وصل لايه. الطحينه هجيب طحينه عادي فريش وهدوبها في ميه ساقعه مع خل وليمون وملح وكمون وتوم مفروم او توم فريش فرمناه يدا ونقلبهم جامد قوي لحد لما تبقى سائل كده. ممكن تزودي لها بقدونس، ممكن تزودي لها شطه، ممكن تحطي على الوش زيت زيتون، كل ده اضافات بتديها طعم حلو جدا عادي. انا بحب اسيبها شويه في الثلاجه قبل ما اقدمها علشان بتتخن شويه في الثلاجه، يعني ممكن الميه اللي انا بزودها اجي في سمك معين تبقى رفيعه كده اسيبها شويه في الثلاجه تتخن، هي وسلطه الزبادي بيعملوا كده عادي، فلو سبتيها ترتاح شويه تسقع بتبقى احلى ان هي تتقدم سخنه. ازيكم تشوفوا معايا كده السمك، بصوا طالع مقرمش ولونه ذهبي وجميل جدا، لو سبتوه يقعد في طبقه التغطيه اكتر كمان هتبقى ماسكه اكتر وهيبقى لونه احلى كمان. المفروض كمان تسيبوه ياخد وقت اكتر، هو لسه قدامه 5 دقايق تاني مثلا، بس انا مضطره اطلع فعشان كده هقدمه دلوقتي، بس هو قدامه 5 دقايق تاني. بعد لما يطلع ما ينفعش بقى تقدموه في نفس الثانيه كده، لازم تعملوا الخطوه اللي جايه دي. اي زيت فيه بقى زياده يطلع علشان ما يبقاش مزيت كده، عشان السمك عامه ده بالزيت الكبير ده مش الفليه يعني بيشرب زيت جامد، فانا عايزه اهدي الزيت اللي فيه واخليه كرانشي كده. بصوا اللون بتاعه زي بتاع بره بالظبط. اقدم واحده كده، تانيه قدامها الناحيه التانيه كده. كده عندي طبق سمك ورز وطحينه حلوين قوي.